وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة وغيسيس كاتكم قشان ولا ليال عاوى بإذن الله سبحانه وتعالى وحين وحوغيكو من كشيقي دونا أحكام تصرفك ربادو سيدة وغشو يسيدة لغاقبت بادي كارو قفكي صرف كشقينا يين والربك دعوه. انتان الموضوع بلابين وحان مركا كعذر دارنا يا وقتي وها وقتي درسي ان بحين شري لغانا يا ابا ان بدانين درسي كسو تلقلين مركا وحان كرتين يا قولدي درسي وينين سامحان يقول ان شاء الله تعالى وحوم بي كفا عيدي دونان موضوع عينو كاد لينا. الصرف ومحاي هورتا صرف محالي رادا علمات واحد استعمالان ورأي عباروين كالدوان مركا يقيا حيان وحالي رادا صرف وحال العلم يقار كود يرادا وبيع النقد بالنقد ونقد نقد لغو إيبيو غارنا واحد يرادا بيع الذهب بالذهب، وإن ذهب ذهب لغو بدلو أما في الضف في الضل لغو بدلو أما في الضي ذهب ليس ويداريو ليس كو بدلو. إن طابو حكا عام صنو كبالاران اللي رادو وبيع الثمن بالثمن، الثمن وحا لرادو وحا وحا لغو كلي إبسدو وحيابا دادكو أي كلي إبسدان قيمه سلغو چارو مركاين ثمن ثمن لغو إيبيو لغو بدلو وحا سوق ليا وصلاهانا ها وحا وحلقوك ليبسد الدهب كي يفي الضضع مركا الدهب يفي الضضع دي اللي يسكوب بدلو اما ميتكوت ككلا لقو بدلو صرف بين قرص وبيع عن عادي قي ألابت لك ليبسدو وكا حكام دوانتاه وحا يدونا صرف كسوق لي سومان تا الثمن وحا وحلقوك ليبسدو العمولات الورقية لعقاها ورقدة كسما يسانة نوعيادة بدانا ee hadda la isticmaalo golayaasha fiqiga ka jira caalamka islaami samajmaa fiqiga islaami waayad kibar ulama wal lajna daaima waayad ilmaameen daraasad iyo baaritaano cilmiya sharciye dabadeed lacagahan waraaqaha ee la isticmaala isku bedel koodu inuu soo galaayo ahkaamti sarifka ما دام أيهين ثمن كي أشيادة ما أنت وحلقوك ليبسدين لقوك لبدشو والرباد وإيقال إساسي الرباد وإيقال الشو دهب كي في الضضع وحالله يقال نصرف ك ومعني سياه إنتا كوبانا إنو شاقناي ما أنت نكا إنقو إنو كان قانا وياهي لعقاها سيلا استعماله إسكو بدل كودة حكم كيس الشرعي قوامح. الصرف جائز ومشروع إيوه حلا صرفه ثمن ثمن لقوبة دلاء وامد بنان شريعة الإسلام كنا يوقشعي لبا رموت بالدليل بويهين أرنجا كوبادو حياهاي الأدلة العامة التي تدل على إباحة البيع الأدلة الجودة تصين إيسا إيبكو إنو حلال يهاي سأقولك إلهي وحل الله البيع وحرم الربا
إلهي إيبكو حلاليي ربضنا وحاران تيمي. وحن لا يقال نصرف كنا ونوع من أنواع البيع ونوع كميدا نوعية إيبك مركا إيبكا يدى قرآن كي شاكتي وسوق لي وحكلو سوق لي تحت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض حولين حق دراك كلا قادن نبول الله سبحانه وتعالى وحاسات كلا قادن كرتان قناعسي أدرالي كلا تهين مركا قناعسي قرالي دلو كلا يهي أي أصرف كو كمد يهي والنوعية دي سلغو تيرينية أرن كلاوادة تصين آية صرف كو إنو يهي شي جائسة أو بنان أولاق شقيسان كارو وحديث سيقارو وقصو أرورتي حديثة سي طبعا كهد لما يسو لعاق ورقادة أو لعاق لو ورقادة لغو بدلي أما لعاق معدانة ساشي مدي لعاق لو معدانة لغو بدلي وي وقت النبي عليه الصلاة والسلام لعاقان هدى الله استعمالا أما معدانها كسما يسنادان أما ورقادها كسما يسنادان ما يشرين لكن واحد شري واحد لم يدح وضدك هالك على عقته وقول شري والدراهم وكسر ما يسنيد في الضدة هي الدنانير وكسر ما يسنيد ذهب مركاين الدراهم يا الدنانير ليسكو بدلانة ما دام أيهين كوي وحلقوك ليبسن شري ونوع صرف ككمدة كحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي تسيسي إن دراهم يا الدنانير ليسكو بدلانة التهايم يتبنان حديث سوى حكم إذا حديث كبخاري مسلم وريان عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم تطبعا حقه ذا أسوى كعبود أني قوله وريا الدراهم صرفنا آيه أنه الدهب بان ستاية يا الدراهم هايستوى الدهب كيغن دراهم يقبل دلنا آيه فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر وحول طلحة ابن عبيد الله صحابي قال رضي سقو عمر أكتوغا أرنا ذهبك ذهب كاغا نتصي والأرطان وإيقنه وهل كان نوردك ونقاقتك ثم اتنا إذا جاء خادمنا كدي واحد نوتي ما دا دراهم تي في دا كسم السنة دا ذهب كانوا كعجب الدلنا هني سيعنو كوس إنه مركو يما دا قفكي الضان كهاي شقيني نعطيك ورقك فقال عمر كلا والله لا تعطينه ورقه أو لا تردن أو لا تردن ذهبه عمر بارن كاسديدي ولكن كان وحو ستا في الضوء أدقنا ذهب لبدا صاد ربطاني اسكوب الدشان مركا مصعون يسينا تلاهدو ذهب كاقا كان ودراهمتي أن كاقا بدلان يينا إيقو صور نقو وفك الشقالي مركا ويما دي كالي لبا متكودون بين نقو نسا إن أدهد سيسو في الضوء دي الدهب كيسا كاقا بدلان يسي ذهب كانت كاقاطو يين الذهب كيس وعليسه كدي بنوح الشجار انت الدليل كيد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء نبي يقول عليه الصلاة والسلام في الضوء يدهب مركل يسكب الدلوه متكود ككل اللجوء يبسدوه والربع دانا يهين هو هو ومركل على لك الوريقين أدي بودجيس لغو هشيء أما يان لغو هشيم ب أي دعوة. مرجع حديث كسوح الدليل يا واحد صرف كل رادين وبناية حديث كلاف ربضان والله معنا هنا واترته. مرجع الله عجار ما أنت اللي سكوب بدله يا أنا واحد لم يدين سدى أي رادين علم هذا فقه جاء عصر جن ترى دراهم تعكس ما يسند في الضدة يدنانير تعكس ما يسند ذهب ك. اللي يسكو سري في تيري اللي يسكو بدل تيري هذا بوحا عن حصوصنا يا ضدك كشقة يا شقدها صرفك الرناد يا مهمة
arintaas waxa ay tahay waa inay ogaadaan in sarifka laga shaqeeyaa inay tahay arin halisteedu aad iyo aad u badan tahay waayo baabu sarfi min awsaci abwaabi riba baabka sarifka iyo isku bedelka lacagaha abwaabta ay ribadu gasho kuwa ugu badan weeye ee waliba ugu daran aad baan u adag tahay qofka sarif iyo lacag isku bedel ka shaqeynaya inuu riba ka badbaado ilaa in laga helo mooyaane sifooyin muhiim u ah shaqadiisa ولهذا قفك آن لهاي صفاتك شقد صرفك وإنو كفك هذا لألا يقع في الربا سيانو قد عن ربا صفاتك سوح كوكا العلم بأحكام الصرف وما يحل منه وما يحرم وإنو قفك أقول لي هاي أحكام تصرفك يسكو بدل كالعقا أو كلا يقعنا صرفك قورت وحلال نقرية يا غورتا حرام ونقنايه وين قف كلا غرانايه تاسيل لبا ريمود ميد كود باي كو يمانسا الامر الاول انه يسقو بي هي عالم اما طالب علم احكام تاسيه قانا واقون له طلبات اي كو يمانسا واخ وهي حدو قف كو يهي سو قف عاميه او كتبتا انا خريصان علم انا ان دغان انت انو سمين معاملة كستو صرف كو سابسا وإن ويدية دادك أهل العلم فسنا وواجب إلهي سبحانه وتعالى أصاري مركو يري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل العلم ويدية وحايدا قرانا هين مرنا بطان بنانين وحوي أديقون عالم هين أحكام تصرف كيساقو يقان عالم يقاننا وحبك ويدين inaad suuqa lacag iska warato ama dukaan lacagaha lagaga shaqeeyo inaad iska furato waxa shaki la'aana inaad ribada cuni doonto aad ku dhici doonto wali hada baa wuxuu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu la yajlis fi aswaqina illa man kana faqihan bi ahkam albay' aw illa man faqaha fi ahkam albay' suuq yagaan fariisanin وانو كبايع مشتري احكام تايبك مدي قانمو ياني وحوريا الامام الترمذي بسناد صحيح وحا كلاور عمر رضي الله عنه قفك السوق قليل هدوان قنع صنايا اصغو ان احكام تايبك انبرا اكل الربا شام ابا ربا دا ايو عن الدونة واستعمال الدونة اما هاد دونة اما يانو الدوني سوغون دونا هينو اسلا تاغتا حلال ميرو يا واحد دعي كرتا واحد دعي كرتا جاهلي غا احكامتا باب كاو كغا سوغن ياهي انو صاب اوغو نوقدو عونيتان كي يقاد الشدر ربادا اما بيحنتي دبا سيفاد اللباد واحد تاهي يقف كصرف كاشا غير يا ربا وكغا بدبادي كارو والورع والتقوى وإن يقف إلهي كبقاري سبحانه وتعالى وحلال دون يا حرام ما يسكيل علينا بل وانو يا قف انت كبسي درجه سريه وقف ورعه ومعامله كسته وكشكيو الا انت او عدانيسو كيستاغيو اسك ديناي سو قادر يا تلدي محمد عليه الصلاه والسلام مركو يري دع ما يريبك الى ما لا يريبك وحي كشكي قليات كشكي دي اسك داه حلال نمديسا اياد كشكي دي اسكبت دابا حلال شفراها بدان حلال نمدي دو يعد هاي حق يدا اوكع تاد كشكي سنت هاي اسكدا ورعو وقفكو ارين كستو وكو دقاقي هذا الكستو ورن ايو هرتي ارو ايغو الى الاخرة واخرين انديسا وصوهر ديغو تاسيرا اي كلفتو وح كستو سلي اخيرو ديباتكو كين الدونا inu ka dheeraado oo ka fogaado arinta noocaasi waa tasaabu noqotay in farabadan oo kamida ahlul cilmiga min as-salaf wal khalaf culimadii hore iyo kuwa dambaba an yakrahu lirajuli an ya'mala fi as-sarf adama saasi waa adag tahay
وحاي أكرهين قفكو ينو صرف كشقية بل قاركون دادك صرف كشقية قارهان الله هاي صفات كاسية ينو شاقني وما داد جهلي كغسوغان علمنا وحبو ويدين هاين أما داد دمع الدنيون هو قامنا هايو وتقوى إيا ورع حلال يا حاران يكوك لصوعان الله هاين وحود بين حارانيهم بالشيغان وحتى صرف ليا شيئا بيا لقى عبين. الحسن البصري رحمه الله وحو أوران كري والتابعي عالمة وصحابتي رسولك سوق عليه علمي كقاطي إن استقيت فأسقيت عن بيت صراف فلا تشربوا هذه بيو اعتراضي ورابية ونن صرف لا قريقي بيا قريقي سبيا لغاقة صدره عبد سكيلا لصرف لا وحيس معنوا محاي ورعا وقتك وهي صرف لإنو غيبك بدبادا أرناد يادو أدقوي تدك كشق هي صرف كنا أرنتا سوحا فيليا وإلى الدرامي كران أي ماذا أنا وقرابي كران دا تصرف كشقية بالقار كود أيهين كبار التجار وقار كود أن سوري صني وحي عداتي أنهم واقعون في الربا 100% بقول كبا بقول ربا ديني كتران ومع ذلك وعبادة سنيان وخير بدين صدقات بضن بي بحنيان منو بيني ربا كتران آد بيو بضن طعي إمام كي أسبغ لورن تيري كان يكره أن يستظل بذل صيرفي هل كوكجار ورعني ماذا نينك صرف كشقية قريقي سهركي سحتها مهر سنشري وكذلك إمام مالك مالك بن أنس إمام الدار الهجرة سؤال بل ويدي وحل قيري أتكره أن يعمل الرجل بالصرف بيأذكر هذا واد نعبتها نينك ينو صرف كشقية قال نعم إلا أن يكون يتقي الله ها صرف كننكو إنو كشقية وانكرهابولي وهدانو هين من إلهي كبقرية سبحانه وتعالى ولا تقوى إلا بعلم إلهي إنو كبقوا شرعي قفكوا وكو عمل فلانا ما بس ورتوضو هدانو مركوا على الشرعي قرن هين وحكامتي باب كامد يقانا آنو أهين خبادة مركا صرف قفكوا وصابوا قلنا وانكروا هذا نقفك علمي لهين أما أهل العلم أنا كتير صنعين هذا نقفك التقوى ورع لهين وحا هو قامين يا وياهم قري يدمع الدوئيو هل استيدو آدي آد بيوه انتاي وحا لستيدو ينومو تشيانا وحا ينوقف فلان إن إلهي سبحانه وتعالى أرشاقي قفك الربادة كردق ما إن دقالو كسو وچان يحق إلهي سبحانه وتعالى كقصعدة يحق الرسول كمركي ونولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى المؤمنين طلاء الله يوحي له إلهي كبقى إيمانك يا الله كعبسه ربا ذا مركي لما من وعيد بديد هيدن ككحيو هيدن كعلي إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا إذا سيدا يالي الربا ذا لحارة انتمايكم عامل كذا تسي ودان وحاو قيسيس ليدن كسينا يا دقال إذن كجا إيمانا يحق إلهي سبحانه وتعالى يا إلهي أبو بعدي كرا وربي دقال إسكجا علين كرا هي حق الرسول كرا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وحي هراء إذن كدعي الربا كدقرا هداد كتوبات كينتان واحد لذن راس مالكين عن الزيادة دي الربا دا هيد مليه قف بعد لعق أماهي سي وحانا دوشار ديدا انو ديرات صور راعيه كدب واد حساب تنتيو الهي باد كبقتو واد توبت كنت قف كام حاد كل هذا راس مال كاقي انت هذا ما يسوي انت ديرات كاية شرد قاد كلق الشي وانت الربادة الهي سبحانه وتعالى اوليهي وذروا ما بقي من الربا نبي قانو عليه الصلاة والسلام وحشاقي دنبيو واوين والله راضا الموبقات دنبية ذا وحلاقة وقفك السمية وكوها لك سمية في الدنيا والآخرة نبي عليه الصلاة والسلام ربادة أيوك الدرع قفك مؤمن كارنت نوع عاسيب بقوة بيكو كبيريسة
وحاني السابق نقر إيسا خربادو ماشا إكردو دهي إنو كفو قادو آدي آدنا إنو إسو إلاليو وحالا يقان نصرفكو وحاني نروا شيء جائسو أسلاهان بنان لكن شروط بوكو بنانية شروط دو صرف كلية والله بنوع شروط عامة يشترك فيها مع بقية أنواع البيع شروط قود والنوعية إيب كاكلاء ولو ذاقه وهناك شروط خاصة بالصرف شروط باتر تصرف كأقونية والنوعية كلا إيب كالي لو ذاقه وهدي اللي قوة يصرف كاس ونقونا يصرف حرارة لا صعوه صرف كنا مرهدو حاران نقضو الغالب أنه الربا وحيوب بدايها إنو نقض الربا أما الربا الفضل وها ربا دي دياراتك أما الربا النسية وها ربا دي ديبوديكست شيء أي واجب هاي دي المركة لك لقاتين تالك للتقين انت بلوديكو شروط دي قود صرف كو اللو داقو نوعية كلي إيبك قار كود وحا لو شرديا المتعاقدان لبدو قف هشيسك صرفك ودقلاية قار نوحا لو شرطيا المبيع ووحا لك لإبسنا أيو قار نوحا لو شرطيا في الصيغة هذا الكلبدو قف هشيسك فهميان إمارك وحك لإبسنا أيان على مضوء إنا وحك لإبسدين مدوى لبرا اللي وكويا هاي شايقين سينو كبدا شو شايق قفك أكلاو هايو dadka waxa weeyaan wax kale iibsanaaya ama sarrifa noqdo ama wax kale noqdo waxa shardi ah itlaaqu tasarrufi lilaaqidayn laba qof ee heshiiska wada galaya waa inay yihiin laba qof oo gacantu ay u furan tahay oo shariicadu ay ogoshahay inay heshiiska galaan way shariicadu dadka oo dhan uma ogola inay heshiiska galaan xaq xoolaha ku saabsan dad loo ogol yahay kuwan loo ogolayn ba jira waayo cid loo ogol yahay tasarrufka waayo noqdo horta qof miyir qaba marka qof waalan isagoo dollar sitaad uu kula yimaado ama lacag ka shoo ku raado in sarrif oo uu sarrifto muamalada noocaas ima aan saxin riba noqon mayso laakiin shardi kamida shuruudi iibka kama qan oo qof aan waxba iibin karin oo hadalkiisa وكلية إيجي بيوان إبسدي أنا معتبر أنا وح كسوقات أنا لهين إياد وح كي بساعة ما دو وح كي بسدي وحلمي دا عرور تيرير هديو يا هاي المهير ميدا مميز باهين أن قرات صنبا ويسقى الدولار لا دلق دلق له وكلية مادو وترى الدولار لأن بابا ترتيات كقا دو صرف كي هادو ليبتو دي ما أنصحيه haddu yahay mid garaadsan laakiin aan qaan gaarin khilaaf badan ba ku sugan culimadu wax u badayeen iibkiisa oo sarifku ka mid yahay inaan wax saxayn waxa sala oran kara wallahu aalam hadii ay muuqato ilmaha yara garaadsan laakiin aan qaan gaarin qofkii masuulka ka aha arinka inuu u fasaxay sarifkiisa iyo iibkiisa kalaba uu aan saxaya sida soo kala qofku waa inuu noqdo qof aan xayiraad isaarayn dadka qaar ba xayiraad la saaraa xayiraadana asbaab badan bay leedahay xayiraadda waxa laga saaray waa qofka xoolihiisi ayaan loo ogolayn inuu ku tasarrufo oo iibiyo wax uu ku bedesho lacagtiisi baan loo ogolayn inuu sarrifo asbaabteedu waa badan tahay laakiin kuwa ugu muhiimsani waa laba sababta kood waxay tahay qofku inuu yahay qof safiix qof bilaa la xajicilaa wuxuuliisa khasaarinayo ama xooliisa wuxuu ku iibsanayaa wax xaraana ama waxaan wax tarba lahayn ama wixii la siinayo shayga wax aad uga badan ayuu ku iibsanayaa isagoo og oo bilaa la xajicilo ilaahay baa walaa tu'tu sufahaa amwaalakum dadka wax magaratada ah ee bilaa la xajicilada ah xoolaha waa in laga qabto oo loo maamulo wey iyo gacanta laga geliyo ma maslaxadoodii dantooda iyadoo la ilaalinayo ayaana sidaasi la yeelaya marka qofka hadii la xajicilo darawgeed ama inuu yahay qof aan xoolihiisa maamulan karin
marka laga xaga aqligiisa iyo tasarrufkiisa awgi walaw yaanu waa laambe di xayiraad la saaray isagana sarrifkiisu aan si ximaayo wuxuu ka dhigay qof ka sarrifanaya xoolo aanu lahayn xoolo isagu hal lahaado laakiin shariicadu uma ogolayn inuu ku tasarrufo sababta labaad xayiraadda keenta waa alxajru liliflaas qofkan waa qof la jecla leh xoolihiisana si fiican u maamulan kara oo yuxsinu tasarufa fi maalihi laakiin qofkani waxuu noqday qof muflisa mufliskuna waayo almuflisu huwa man kana addayn aladii calayhi addayn alxaal aladii calayhi akthara min almaali aladii fi yadihi waa qofka deynta lagu leeyahay ee waqtigeediba uu taagan yahay maaha deyn muajala waqtigii lagu ballamay in la bixiyo weli aan la gaarin waa qofka deynta lagu leeyahay waqtigeedu uu taagan yahay ay ka badatay xoolaha oo hayo qofkaa xayiraadi markiiba iska fuuli mayso laakiin dadkii deynta ku lahaa haddii ay dalbaan oo xaakimka ay ka dalbaan inuu xayiraad u saaro intaa yare uu hayo si aanu intaana dee u isticmaalin inuu xaakimku tasarufkeeda uu ka joojiyo xaakimku wuxuu saarayaa xajri wax loo yaqaan marka xoolahaasi waa ka xaniban yihiin xayiraad baa ka saaran marka xoolahaas kuma tasarufi karo ma iibin karo ma hibayn karo ma sadaqadaysan karo ma sarifi karo xoolahaasi haddii lacag ay ku jirto wax sarifa ma gelin karo waayo sarifku waa noocun min atasaruf fi lmaal waana noocun min albayc laakiin qofkii safiiha ama waallaa wuxuu kaga duwan yahay dumaddiisu ku tasarufi karaa xoolahan un baa laga xayiraye sidiisa kale waa qof dhammaystirano xoolo cusub buu dee soo amahan karaa marka kuwa cusub ee uu soo amaahdee maalkii laga xayiray aan ahayn waa kaa sarifan karaa laakiin waxaan isagu sarifi karini waa maalkii xayiraadda laga saaray ee isagu hore waxa weeyaanu u lahaa waxaa kaloo shardiya qofkani inuu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa ku galo iibka oo sarifkuna uu ka mid yahay shayga la kala iibsanaya waa inuu yahay shay daahira shay najaasa lama kala iibsan karo waa inuu yahay shay leh manfaca maqsuuda manfaca yaqsiduha alcuqalaa waxtar dadka caqliga lihi ay u qastiyaan shaygu waa inuu yahay shay lagu wareejin karo ciddaasi laga iibiyey shaygii tusaale ahaan kaa baxsaday addoonkii baxsaday xoolihii lumay kuwii lagaa dhacay xoogga lagaaga haystay dee cid kama iibin karti waayo awood uma lihin ciddii aad ka iibisay inaad ku wareejiso alqudra cala altasliim aw itasallum ama waa inaad adigu awood u leedahay inaad ku wareejiso ama qofkan aad ka iibisay waa inuu awood u leeyahay inuu ciddaa kala soo wareego tusaalaan xoolihii lagaa dhacay waxaad ka iibin kartaa qofkii kaa dhacay qaasibka ahaa qof ka soo dhacsan kara laakiin qof kale kama iibin karti kii kaa dhacay laftiisa waad ka iibin kartaa kaasida isagaaba hayaba awood baad u leedahay inaad ku wareejiso guryahoo kale taasi dhacday baan malaynaya qof in guri laga xoogay deesana isagu ikhtiyaarkiisa uu ku iibiyey laakiin haddii la yidhaahdo guriga xoog baanu kaaga qaadayna haddii kale intaa naga sii isagoo mukrahoo sidaa u khasban oo dirqisan uu iibiyo iibku marka aan si ximaayo oo iibka maxaa shardi u ah ilaa an takuuna tijaaratan camtaraad qofku waa inuu raalli ku yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa keedhi inama albayc camtaraad iib wuxuu ansaxaa uun haddii laysla ogol yahay oo raalli layskaga yahay ra qofka haddii la khasbo oo la sanduleeyo iibkiisu aan si ximaayo waxaa kaloo shardiya qofku shaygan uu iibinayo sarifkiina waa ka mid oo dee lacagtuu iibinayaaye inuu wilaayo ku leeyahay shaygaa qofku waa inuu isagu leeyahay lacagtaa uu sarifayo waa inuu isagu leeyahay haddaanu isagu lahayn waa inuu mas-uul ka yahay oo tusaale ahaan loo wakiishay ama ciduu isagu mas-uul ka yahay oo qaasiriina oo iyaga tasarufka aan loo ogolayni waa inay leeyihiin inuu iibiyana waa in iyaga maslaxad ugu jirto sida qof waalan baalo isagu mas-uul ka yahay ama ilmo yar maslaxaduna waxay ugu jirtaa inuu iibiyo lacagtaa inuu sarifo marka waa sarifi karaa dee wilaaya ayuu ku leeyahay waxaad ka warantaa qofku lacag aanu lahayn hadduu sarifo
العقف وديبتي أي صرف يقفكنا ما وكيلا إذا نوما السنين وصرف وحوارك يقول العقد يقيم ونكسل لقوه لأي ولنك صاحبك وقفة إيدا فرصة دنبو السنين وصرف كالتصرف كيسا وحاول التصرف الفضولي بالين هذا وحاول سميوا فضول وي وقفك التصرف الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا رضا من المالك وكك تصرفها هي ملك عدك العلاضي يضع شرعات وانا أفصحين قفك الله أنا الرهليان كن قل بكصرف كم حكم كيسو نقنية لعقفك الله أنا كو أقولين أما أدوك أنا المسؤول كاهي قفك له هدي وقفك وصرف كم حكم كن قنية علماء قال كل واحد التصرف الفضولي ما صحيح يؤيب كحكمة تيران صرف كاسنا صحيح مايو والصحيح والله أعلم أنه يكون موقوفا بإجازة المالك صحيح واحد تاي صرف كاقفك فضولي قاهي والسميي إنو أنصحه يا إنانو أنصحيني وحا يكوحر انتهي وحا أكيه على قفك العقد الله شيء كليل يبينه والله مضون marka loo sheego la yiraahdo waanu iibinay shaygaagi haddii la waa sax lacagta isii ama ay hayo meel bilaayay dhiga waa sax yahay iibki sarfki waa sax yahay haduu diido yiraahdo maana idin dirsaday iibka xukuma jiraan dad xukuma jiraan hadii marka qofkii lahaa uu ogolaado tasarruf al-fudul inu an saxaya waxa u daliila xadiithki saxaabiga urwa al-bariqi nabiga kaleey salaatu wasalaam وحاو سيئ الدرهم سوغسو إيبيا شات أضحية نيف أريو وكو أضحيستو فاشترى بالدرهم شاتين درهم كوحو كسو إيبياي لبن نيف أريا فباع إحداهما بالدرهم كدي من اللبادي النيف أيام متكود هل درهم ديبو سي وحو نبي قويم عليه الصلاة والسلام سقو وضا نيف أريا إيو درهم كماركو رب النبي قو ديبي فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في البيع نبي قوله قد دعيي إيبك إلهين وبركين فكان يربح فكان لو باع ترابا لربح فيه وحكستو إيبيا قنعس كسر صنوة كم عاشت دعا ذي النبي عليه الصلاة والسلام أيو إلهي وأقبل مركا دعا عيد إيبيا حتى ومبالغي وكم عاشي ترى دا عيدنا صور كقار كود ولا يمين كره دائما فعال هذا هذا يقول اللي قلنا السنة يا ميل اللي قلنا بيري يكله لكن عيدا قف كواح من فعال ولا ذا أنا ترى إلا كلام سلام بنانا هري نتاوش شيء جنا واحد نري شيء قال كلام سنة يا وائل ولا يا منفعة مقصودة للعقلاء منفعة ضد كعقل قاله أي قصديان وحكم إذا الشروط ده إن له أجي هاي شيء قال كلام سنة العلم به وإياه أغيهين العاقدان لبدا كلا يبسر يشيسك قليا لبدا دوائن القرانية وحانا يسكوب بدليا لكن هدو كويرا هدو وحكيشكا كتشرا والله عقب بقول دولار يقو بدل ما أنصح يأيب كنو عاصي ويوحا سوح نقن دولار القران ماي وغرر بانار انت نو عاصية كتشرا والغرر ما كان مجهول العاقبة دائرا بين الغنم والغرم غرر كووحان لقرانا هاي العلم تسدم واحد نقن دونتي وحكا صوبي حدونا اوضح هي خسارة هي فايدة اوضح هي وحشرد يا الإجابة والقبول إن لبدقف أي وضع هدلان او كان يوكو هدلو هدل تصين عيين راليكو يا إيبكا كان كلانا ساس وكالي يبسشد إنه راليكو يا ذل تصين أيوة إنه قابل ولا بد أن يتصل الإجابة بالقبول إجابك يا قبول كوين حرير سيهين وهذا الأجنبي وحي لقاهد لأيي كب حسن وين نسوك لنحقر تصال الله بدن قف حبيك لصرفان إنه حرير بقول دولار إن صرف إنت آن وآران صرف كاوا كاو قلادو وانكو صرف أيا أيو هذا الكلاق قلاي كدي بور وياي
ما أنصح يئيبك يصرف كنوع عصير. وأيو القبول لا يكون جوابا للإيجاب إذا دخل بينهما كلام أجنبي. وأي هذا الجواب من نقونا يصو يصرف تهره وأي محاس وكلا نحق لي هذا الكلام وصرف كي وحي اللي قاعد لايك بحسن. وحلم إذا فرق بين الإيجاب والقبول بسكوت طويل هذه اللوضة حيثيه إيجاب كي وإيب كريدستيسي يا قبول كي وأقبل التانكي آمس دير هذه اللوضة حيثيه آمس كوينو دير يهي إن كان عرفي قال الله نقوني وهو ما كان مشعرا بالإعراض وآمس كددكو مركا أي قيميان أي أوران كران وهو على مدي الدليل يهي قفكا سيوحا لقويري إنانو الدنين وهو على مدي الدليل يهي قفكا سيوحا لقويري إنانو الدنين يو اسكيكا تشيستي مركانا قبولكو جواب ما نقونا أيو إجابكا سيوهري وإن الله تعليقنا وحلقو حرين وإن وقت الله سمين إيبك سيقوان دورا بالبان كايبيي سند بان كايبيي ما صحيح أرنتا سي إيجار يكرم النقونا يساوي مسألة كالتاس لكن إيباهان كوان صحيح ميسو وإيبك وحل الرباقف كاني عين تام الشيقي لك ليبسنا أيي سي أبدي إنو ملكيو كاننا ثمن كيو أوحي لكو كليبسنا يساقون إنو ملكيو لكن تمليك مؤقت إيبك ما أقبله ويوح الله يقان نصرفكو شروط داسي ولو وداغا إيبك النوعين سكالي وحك لو الله يشروط يساقو قارة صرفكو ومحايل وكسو علنو هدي دهب دهب لقو بدلو وصرف هدي في الضف الدل لقو بدلو وصرف هدي دهب يفي الدل يسكو بدلو ينو وصرف هدي دهب يالعقل يسكو بدلو ينو وصرف هدي في الضي العقل يسكو بدلو ينو وصرف هدي العقل عقل لقو بدلو ينو أما يسكو جنسي هان نقدان والعقورة ومقعقورة ودلها نقدان والدولات قولي هاي دامعتي أما الله بالعقل يوكل الدوان هان نقداني وصرف وحاسو دمي وصرف صرف كاسي هاد دابا شروط بولي شروط اسي واحد كوكا واحد يسكو بدلي أما يسكو جنسي هان نقدان دهب دهب هان لقو بدلي أما دهب العقل أما في الضف في الضه لقو بدلي أما الدولار دولار هان لقو بدلي أما الدولار شلين هان لقو بدلي مرها دي أرنتوا بقى معاملة بقى يصرف طاي وحا شرط يا الحلول وعدم التأجيل وإن لقوه الشيئي والله بدأ أقف أي كوه الشيئين إن أي كالقادان أيان وحا أي كالبدلان أيان وآن وح دين يعني كريم دين وإن لقوه الشيئين هدي دين لقوه الشيئيو ورادو واحد سيسيسا كون دولار وصرف كو دانا انكو سييو بري وقتي با لو سمي اما قلبت اما بس انكو سييو بيل كدب اما سند كدب ودين مديسن لغو هشييو ارنتاسي ما بنانا ربا نين قرس ربا دا نوع على الربا النصيحة سيدا سانا اسكو وافقين على ائمة الاربعة وحان أدل إلى حديث البراء وزيد بن أرقم لبدا صحابي مركي سرف كلا ويدية وحي نادين نهى رسول الله عن الذهب والفضة نسعا بخاري مسلم باوري نبي عليه الصلاة والسلام وادي الذهب يا فضين ليس كو بدلو يدول لقوها الشيئي دي مرقس إيا أماه أما لبدا با أماها كو مقنادان وارنتم مواعدها النقطة أما متكودنا هلا قاتو أو قفكي لسيرة يا قاتك كلنا الدين هو قوم قنادو قفكي لجسوا جيي نبيه عليه الصلاة والسلام أرنت نوع عاصية والدين ابن عبد البر إمام كل روحه ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النصيحة في بيع الذهب بالورق كتاب كيس استذكارك أي أساس كويل علماء اسكومي خلاف إن أنا بنانين ذهب يفيد الضين اللي يسكوب بدلو يدو اللقوها الشيئة دي بوديكس لبدا بدي بلوديك يقاد الشدو ده أما متكود دي بلوديك يمتبع معكو مقان علمات التاسواء اسكوا وافقين وايهي
شرطي لباد و خيهي التقابض سدا سو waxa lagu heshiyay la kala qaato oo deyn aan jirin shardiga laba taay laga dhabeeyo way attaqabudna waxa looga jeedaa an yastalima kullu wahidin an yastalima kullu wahidin naqd al akhari qabla tafarruqi fi al majlis labada qof wax kala sarifanaaya mid waliba naqd kika kale idekiisa uu ku bedelanay وإنو قاطه انت آنو قفكي كتغين اي ولي اي ودا چوغان واي حدي مر كهوري لغو هشيي اما وإنو شاقنين ريبان نسياتاي مر كهوري تقابض با لغو هشيي لكي لما حقيتين وآلك لتغي يدو ولي آلك لقادر لابد إن قد با اما متكودان لك لقادر أرنت نوع عسير ربا ينقنس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد خاري مسلم باوري والذهب كيف في ضد الدراهم يدا نيرت النبي قال لي عليه الصلاة والسلام مد هذا الله أيوه هذا الذي بايو مد ما قالوا لكير الدوره هكو يبسنينه هكو بدلنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا يدا بيد لكن يدا بيد ويان معنو لكن وإلا كلاقاته انت ألا كلاتقين وحكى النبي عليه الصلاة والسلام الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذه الدينار دينار لغو بدلاهي واسكو جنس لا اسمار دا يرايسين كارو هذه الدرهم درهم لغو بدلاهي واسكو جنس لا اسمار دا يرايسين كارو فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب قفك أباهن في الضاء الذهب هايست الذهب كاكوب الدشو ومن كانت له حاجة بالذهب فليصطرفها بالورق قفك الذهب أباهن في الضاء هايستانا في الضاء يسا الذهب يقوب الدلة هاي راضو وصرف هاء وهاء صرف كنا وها وها انت قال لك لتقين وإلا كالقاتل واي أرنت نوع عاسينا وحي شرد أطهي لصحة عقد الصرف هشيسك يصرف كينو أنصحه وهدي اللي يراه دو لكالة تقايا دو وليان لكالة قادر لكن اللي سكينو سكين استادن بي وحي مر كورو لخلدان سيحي ميسو وصرف كاية ايب كاهر وميدان وحبكة تيرين اما هدى هشيس عصوبه وصرف هكالان اما با هكالة تقان أمد ولي بوحي سهقات وآيهي غور ما آيهي تايات دبا إلا لك لوريغو حديثة ظاهر كياد وحو تصين أيها إن مركة هشيسك اللقالي أفك اللقال لقبا لك لقاته لكن علماء بدن كود ظاهر كنوع عاصمي قادا صابتي وقادا وآي النوام حي أصحابتي رسول كي حديثة سي وريسي ساسي ومي فاهمين إيه وحي وفاهمين كلا قادة شادة صرف كالشرد قواه إن لوغة تشيدو إن تالا كلا تغين إلا كلا قادة مركا إنتا لو دا تشوغو دان كلا قادة شالا آنتو نبما لها وإن طال المجلس والمصاحبة ودا تشوغيستو هبا ديرا تبه لابد يوقف وحبه كلا صرفتين هشي صرف بيكو هشيين مالين دان باني ودا تشوغان مالين تاسودان هداني كلا قادة نبما لها marka ay kala tagayaan oo ay kala qaataan oo iyagoon wali kala qaadan inay kala tagaan ayuu ma loo goleyn waxaan arintaa noocaas ay u daliila qowl Umar radiyallahu anhu oo ninkii dahab ka sitay ee Talha ibn Ubaydillah oo fiddada kaga bedelanay ee Talha uu kuuri dahab kaaga keeno fiddadana noogu soo noqo Umar muxuu kuuri radiyallahu anhu kalla wallahi la tufariquhu حتى تأخذ منه ورقك كما تجسد إلا في الضد كقاط أو يرد عليك ذهبك في الضد كوجب الدلاية إلا وكصيه أما الذهب كاجي أضل النقط قال رسول الله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء فعلق عمر رضي الله عنه الحكم بالتفرق
عمر رضي الله عنه حكم كيم حكم كحرة كلا تجا مركا أنت على كلا تجين إلا وده شوقاً إلا كلا قادوا وعديبات ملها لكن وإنا على كلا تجين إلا على كلا قات هدي أرنتوا يصرف طاي ويدا وحي اللي سكو صرفه ولي الله كلا قادة الله كلا تقو مركاسي ايا الربا انو قريسة وانا سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اي تلماميسون وايا شردقة صدحات وحي ياهاي هدي وحا اللي سكو بدلي او ياهاي شيء متماثلة سكو جنسية او سكو نوعة سيدا الدهب الدهب لقو بدلي اما الدهب في الضل لقو بدلي أما العق با العق تلا جنسي قاعد لقو بدلية دولار با دولار لقو بدلية أما بس الشيلين با الشيلين لقو بدلية شيلين ورقضة شيلين ورقضة لقو بدلية مرها دا يسكو جنسي النقدان الله بدا الشيلة يسكو بدلية يسكو نوعيه وحا شرطي المماثلة وعدم الزيادة وين إسلاك كادان والله كالبادين بقول دولار بقول دولار نبادكو بدلي كادان هذا بقول يكو كبد دش واحد وانا سيد بكو صابي يوم أرنت نوع عسي ربا يين قنص وأنا ربا الفضلي كل شيء لنا كل شيء لنا بعد كبد دلي كرتن هذا كبد الصوت ترى كون يشم بقول كون يجو بدل واحد وانا سيد كصا وحابة مثل كصا بين كرا سينو راه هذا ذهب كيجا ذهب كأكون أكسه أما كان نوع عصبي كان نوع جبوي أما كان نوع تشبيه هاي كان نوع وبدقبا أما إن اللي رأى العقد تاني واشن شنكن تانينا واشن شنبقل أما إن اللي رأى العقد تاني وعصوبتها يوى النوت وهذا يبنقي يكسوا بحض العقد تاني هو العقد قديم وقب ودوفروها يدلين وحاسوا أنه ما هو حلقو كالبادين كارو دي وحيابها يضل قصة وبين يلا كالبادين ربين قرس وإن ليس لكيسيو ليس كل لكيسيو شيء معيار كيسة ميزان كالشريعات والصميسة ومعيار الذهب والوزن ميزان كيوحى لغو قياسة يدهب كينو سلاقي أي إن كلا وإلا ميزان مركا دي الذهب ذهب لغو بدلي وإنو ميزان هاني سلاك هذا ولا وحيابها كلا إنو شاقناها كوكا للدوان هذا بي وحيابها كلا عبرة مالي إنو ميزان هاني سلاك هذا يا شردية لعاك تريمي كلا استعماله محام عياره وقدر كذا لقصة صارا بالعد ترى صنع مركوين ترى يسول لك عطيه بقول هي بقول خلاص بقول كان يا مها عصب هذا أما مد جوابها نقضه مد تحكي عنها نقضه مد بد قبها نقضه وحاسو دميل مركال صرف أرنتوا أي تاي وحكسوقات ملأ وين العقد مره ديسك جنسي تاي تراهن يسول لك عطيه ولهذا هو خلط قف كين لقوي راهضو العقب عصبان هيا مركا العقت هذا قديم كابن كو قبدل ايا لكن وانا ذو حسن رئيسيسو مر هده يسكو جنسي تاي هده يكال جنسي طولة بالعقب يوك الدوان اي تاي واسيدي الدهب كيا في الضدي يو إلا إسلاي كيسيا مركا ورب الشرد ماها النبي عليه الصلاة والسلام وكيدي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه وحيابها سر بدو أي قشا أي كلا جنسي النقدان والله ما مقاع أي كلا ليهين سيدا الدوان سانو إبيا سيدا الدوان سانو كلا بضيع لكن محا شرد يوم يدا بيد إلا كلا قاطو انت أولي أهلا كلا تقين مماثلة هي إسلاك كان شا محا شرد يوم محا دليل وقت قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشفوا بعض على بعض هذا دهب دهب كوي بين سنة سنين سنينا هذا في الضف ده كوب دل سنة سنين سنينا لعكتنا والله مدو هالك الدهب في الضاي مرين بيدنا مرسى وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء هذا دهب دهب لقوب دل أيوم وينو سكون مد نقضه يعني حق إسلام كان شهر وزن أهان وينو سلك هذا صحابة قار كود مسألة سيد عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس يا أقوال خلاف صنبا لقصة نقلية لكن هو كان نقضي وحانا كدن بيسي انعقاد إجماع التابعين على تحريم التفاضل بين الجنس الواحد الربوي وحتى التابعين تسحابة سوق على إسكوا فقين
شيء غير ربط القشة ذهب فضة لعجانة للاستعماله. شين سجيه سقورة إن الله كلبادين كريم. تاسع إسكوا فقير. وهي قضية دمر كاكوسا أبسن قبضها. أيه نديب وقول نقارنا. كلا قادة شدة. حدا الله كلا قادة وحبال كلا صرفته وحال كلا تجي يلا كلا قادة. صرف كنوع عصي عن صحي مايو. هرنا واوتيل ماني. way barba la kala qaatay barna waa la isku leeyah tusale qofkan wuxuu sitaa $100 sarif lu kuuri $100 ii sarif wuxuu ri konton baan cash ku hayaa konton ka qaado konton ka kalana waqti hebel baan ku siin doonaa sarifkiisa waan ku keenin doonaa masalada noocaas ah ee cilmigu waxay u badan yihiin min shafiiciyati wal hanabilati wal hanafiya انت على كلاقاتون صرف كونه كوان صحيح كنتون كاد دولار اي كاش كيسي قف كلاسيين بو صرف كيسو ان صحيح كنتون ككلا قف كي دولار هان لوغا قاضي كاش كيسينا ان لسينا اللو وقتيه ما صحيح اسو ساقو ميد لك ليبس دي ماها وحو حاقو اللي ينو رالا كنتون كيكي دولار اسي كومد دو دي كارو دي وادي قا صرفتاي وانينو كلاتقناي شردنا كماد ديگان اناد ايب كاسيات كان نغان كرتو كومد دو دي كارو صابتان وجودي كرنا واحد تاي لأنه صرف لم يصح وصرف أنا نصحبه وشرط شروطي سي كم إذا أيام قن وشرط جو حويان تقابضك مثلا موهي ما بتشرته ودن كنا نام في لين عادو قشرته فقهاء رأي سوق هذا نصرف كوساب صر مثلا هذا سوا حي تاي هدي غف كل عقدي أمانهان وكوجهايو دولار كيبو أمانهان كوجهايا khasnadii suu dollar kaagi ku jira laakiin heshiiska dollar kaagi khasnadiisa uu ku galay waa wadiicahan amaanahan buu kugu haya ma oran kartaa dollar ki aad ii haysay ii sarif dabeetana dollar ki isagoon dib u qabdin oo dib gacanta ugu dhigin si heshiiskii hore wadiicadu meesha uga baxo oo heshiis sarif meesha uu soo galo kaashki intu kusiyo aad la tagta sarif sida ma kuwan saxaya meesa kuma saxaya saculimada badankood ay yiraahdeen waminu mushafiiciya waxaad oran kartaa on dareemaya markiiba su'aasha dadka gaar ahaan sarif layaasha iyo dadka ganacsiga ku jira iskaxdo kusoo degdegaysa qabdiga looga baahan yahay waa maxay $100 waa bu hayaabe khasnadu ugu jiraabe qabdiga looga baahan yahay waa inuu khasnada ka soo saaro وأما ملك لو كرتو أما خسرت دي ديب ووجوع الشدو لعكتي سيد ديب ووجود ضره واحد سويدين كرتا وشيخ دتك محد كده علينا سامر كهرباء خسرت دي وكتيره هلا جا سوا صار خسرت دي وادنا ديب هلا وجو علي أما خسرت دي ون هلا جا صار وما قال كهلا وجود ضره ما هي فائدة نسا واحد فائدة نسا عدة في قين ونديقتي وفهمي كرانة ماشى اللي به هشيء سوى كلا دوام بتشره هشيء سكهرباء كتيرين العكتا وكوها يمحوها عقد الوديعة إنه أمانها نقهية هشيس كان ضمن نوام حي وعقد الصرف حبالك لا صرفت لبدأ هشيس ناس وأحكامها وعقد الوديعة وعقد أمان عقد أمانة وقفكوا شيء قال لقوا أمانة استي هدانوا يصقوا واحد جدوا بس ماين أما واجب كيلا لنت كسر رأان وكجابل وشيء قو بابا أما بركي قو بابا ده لقى مقدام ماي عدي الله هيدا ودي بتيب وكبابان لكن عقد الصرف يسقوا كد ويا الله وقف ده وح كلا صرفتان ما وح كلا يبسدان وقف كان الشيء جو يبسد ده وكبابا ده يسقوا كبابا أي كي كيب يشغكم الله مركل بعد عقد ما دام أي كلا دوين عقد جوار ودي عاد ورتوين مش لقى صار وعقد صرف لو جورو تاسير محي كوي منسى قبض جديد وين الصمية قبش عصب يقعن يلا وريجد عصب وين الصمية وهاي انتي هرا وديعان وهاي ما انفع سوى شيء سكبا يسبدلوا شيء سلاد ما يسوى قلي وحن مثلا ده كسر ده وين كرادت كسر في عاري يقول فهمي كرام نيمبا بقول دولار كوهاي بقول كي دولار باتري اسي خسنا دي بفرا بقول كي دولار بو كواي ما كوي يلا نسا ما يكو ما يلا نسي بقول كدولار ده كابا بين
مر هدانو التعدي التفريد منا بالصمين واجب إلى لناد أو صار كما قامن واحد قدو منا كما الصمين حولي هذا ديبتي وحكم اللهين وعقد الوديعة وعقد أمانة وايهاي تاكا كالي تاسو إسلامينا فاهمين واحد كتري بقولكي دولار يادي هاي سيخ سرد هذا كتري إيه صرف بقولكي ما يسوغون ديبو إيجين وسلخ سرد وكوغو تشيرا أي صرف كيس يو كاشا كو ديبايو وضلا صدك بحر ماشي بفريو كواي قولكي دولار ماشي كواي تي هورا مالا متاي وما كوغو ديا كاش كيجي يسو علي بقولكي دولار ماشي كوبا تشيري حقاي كلامي تاي شيس كلاو عقد الضمانة بالقلاي مرة دي لك الإبسادي بقول كاد دولار أو كاش كيسي وقاطي منك مركة ورا لها الكري دوالك الإبسادي مركة تاسم حي موتشين أي صار لبدأ سيها الشيس وعقد الوديع عقد الضمان سيوك للدوينهين ولهذا بخار رضا هي قوبها قنعسي هي حوالدها ضدك العقو هيا هدي ضدك إيران العقتي أدنو هيسين نو صرفة وإن السميان قبض الجديدة لو ريقس عصب وهشيس كان دمبل القصة ليا هشيس ككل إبسجة وهشيس كأوري ودي عدا هي أمانة ليسو ديبتها ماشة وحوي انكسارة أنت أسوح عن فيلا يا إني صرف آدو فربضان أي سامي سامين دونت وأنا قول كاسين وقول كالعلم جبدن كود أي كنت جيم سهران وش هجاي وأنا مذهب كشافعي ده مثلا كلا وإذا قبض جيا لو ريجست صرف ك وحيلك لا صرفت لحينا مثلا سواحي تاعي لبقف بواحي كوه شيئين إن العكرة صرفتان وايهاي لبقف أوكالا أي أوكيشين قبضيقة أما متكود با قف أوكيشي كالا واحان الوار بغول كا دولار يصرف واي واكو صرف يقول يمسو مريات تضوا بغولوكم بمريات لح بغولوكم مانكو صرف واللقه شي لكن لو ريجس تيبو قف كاني قف كلاوة كيشاني قا وحان ري حمسو كاش كان ننكاسي عن كسر رفتي اذان كوة كيشاني وانسكت تقيادو يقا سوقات وكيلكو هدي وقبضيو والعقد لك لسر رفتي ولو ريجو كيوة كيشاني سوقا ولي ماشي تشوغا يا صلاحان دي عاقيد كاها ايشيس كسر رفك قلي يدو لباتم الله سر رفك ساسو كوان صحيح لكن مشكلة دي واحد تاي وكيلك با صهري وكيلك اولي لوريقين ايا قفك العقد تنصرفت ايا قفك انه وكيشي وكيشي سوريتين تيد ويسكتك صرف كاسي انصيح مايو وايو وحن لا يقان قبضه اصلاهاني وكو تعلق ايا حد الله حيري وايو والعاقد وقفك هشيس كصرف كالقلي وكيلك ندي مقالين مركو هوريه وح الله وكيل شئون ويحانو كلا صرفنا أديكو يسوي وريج يا الله وكيل مركا وح الله يقانو عقود حقوق العقود تتعلق بالعاقدي قف كي قلبي كنت تعلق أسي مركا دي قبض الله شرديه كي قلبي وين وقبضيه أما يسوي وتشوجا وكيل كي سوي وقبضيه لكن أدارو يسوي لو وريجين لعقتي وصرفتي كي وكيل شينا يسوي وتشوجا إنه لو وريجين إمركو تري كدي بقول لو وريجي صرف كنوع عاصمان صحيح وحانا مقان شرطي تقابض كامل لك الوريقست ايا مقان وحين وكسونا هاي وحا لو يقانا ايبكا وحا قالا وحا لو يقانا خيار ومعاني سؤوية هاي اختيار خير النظرين قفك ياشيسكا ايبكا قالا لبا الرماد تورانين الدورت لبا الرماد ايبكين ساكو سعودسيين وكنغو خيارات كاسي مقعب بدن بل خيار المجلس با كميدا خيار الشرط با كميدا خيار العيب با كميدا باب الصرف مركا اينو تشوغنو خيارات كنو عاسي مقاليان خيار المجلس كاينو كب لونو لابد يقف وحكا لصرفتي وحياي كالصرفتي لك الوريقي اما اللبي اما ولي ان لك الوريقين انت اي ودا تشوغان مدولي با اختيار ما اقول لي هشيس كالصرف كاينو كنقضو sida iibabka kalaba lagu yaqaan jawaabtu waxay tahay haa oo sarifku sida saxda culimada badankoodu ay ku tageen arinta wuxuu kala mid yahay waxyaaba kale la kala yibsado marka qof baad lacag ka sarifatay
انت اد ودا جوقتان او دن هشيسكا صرف كوات كنقون كرتا ادو استعمال خيار المجلس ويصرف كو حسوس قليا عموم كحديث كو النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لبدا قف وحكل ايبسدي مد وليبا اختيار بو ليهي انو ايبكا كنقدو انت اني كلا تگين اي ودا جوغان اما متكود كلاانو دور غلينون اوران وريب كاينو سا كودينو يا انينو هدا فسخينو كلا دورو ما هدو مي دورتا ماركا خيارو مجلس كوا دعايا ماركا حديث كاس صرف كنا واسو غليا وحنا سي موجينايا لبدي قف واخ كلا صرفت خيار المجلس اني ليهينو انت ودا جوغان ميدو ولي صرف كينو كنقون كارو محلو شرعي خيار المجلس وحلو الشرعي واحد يكر تقفكو إيب كأنه قاله سقوناد وقفير سن ده بيتناي سقو قفكي وحكي بسده ولي عن كت تجنب أي أمه قت إيب كاسين عن الضن وهاي مركا وكم رجوله وكا ولا عوراني إيب كم حكوا جي علاس كاسين لوجد دول قاضو شرعي عدو حوي الشوا حلو يقان خيار المجلس أرنت ألفت يدو صرف كلوه كشرتها وارد يكر تقفكو ينو قفل عك صرفته iyagoo wali wada joogo aan kala tagin u dhadoon iyo iibkan maxaa ku geeyay marka hadii la raado khiyaarul majlis ma laha imar hadii heshiiska la galay saas uu ku soconaya waxay noqonaysaa maqsuudki khiyaarul majlis ka loo sharciyeeyay oo qofka in fursad la siiyo wixii aanu hore uga fiirsan uu kaga fiirsado murugadana uu iskaga biiyo inuu meesha ka baxay noqonaysa خيار كنوع على بعضهم لا يقنا خيار الشرط خيار الشرط معني صحيح نقول إلا بدو قف وح كليب سدي لبدو ده بأمام متكود إنه الشرط استو إنه إيب كان مدك صافير سرايا علماء الروح يوب بدأ يصدق مع الماضي إن أنا مدده كبدا خيار الشرط ما لنا ويحدث سؤال عن قارئ وكليب سدي لولي الخيار في ثلاثة أيام اختيار بان نقول له يا إيب كائن كان نقدا صدق معلومات جدود وخيار الشرط أنت سواء كوبا نانت هاي مبيعاتك وحيابك كليلة كليب سنعي بيع عادي قال صرف كارنت هاي مكوبا نانت هاي ونانت قفكو إنه يراه ذا طبعا كنا الدولار إيه صرف اختيار نوح نقول له مالين جدود أما لو معلومات ما صدق معلومات صرف كاسين كان نقدا توابت واحد هاي مايا وخيار الشرط كوما بنانا وحلو يقانو صرفك هذه خيار الشرط مركا لبدقف أي قلال شرط يقولوا وابادل صرفك نوا بادل مدو لبادل لعكتي صلى الله نقضوه انت أدب هذا الشيء عصوبة وصحة وشريعة وافق صنع أي قلال أما السداسي وإن يكوك لتقان مسأليش المهم كاو حكم إذا صرفك لحرينة وضعتك ينبض أن صرف باني وهيصن aadna maanta looga isticmaalo goobaha ganacsi waxa dhacda in wax lagu kala iibsado lacag kaasha shay lagu kala iibsaday konton kun oo shilin ayaa shay la kala siistay maktabadu qof kitaab ka siist ama bakhaarku waxa weey raashin kaga qaatay ama alaab kale waxa dhacda qofkii wax la alaabta lahayd laga iibsaday daftarka ama buugiisa ganacsi inuu dollar ku qoro dollar ka uu ku qoray xageebuu ka keenay dollar ka uu ku qoray wuxuu ka keenay lacagti cash ka ida alaabta lagaga iibsaday ayuu bedelay bedelista noocaasina waa maxay waa sarif sarif ka ayuu qaxnay ayay hoos tagaysa salaam wuxuu yiri ninkani 100 kun buu alaab iga siistay waanu amaad 100 kun maanta imisu maraya wuxuu maraya salaahan $15 $15 buu halkan iskaga qoraraya $15 xagee yaalin وشريت $10 هذا وطوله قفك سوكيري دونه مركا بقول كي كن هذا لك لقاطة قيمة هالشيء لك لإبسدي أها إيه دولار كقفك إبسدي أما هذا وكيري دونه اللي سكوب بدله مركا مش محكم قن وحكم قن شردي حلول كي تقابضك يا مش حكم قن مركا ربا النسيء بس هو جليس أنت محالك وحلين كرا أرين توه حلقو حلين كرا لعكتا هذا جدتك وايتش عليه أي سلا يني يدو دعي ما يسوى
صاب تصرف كان دق دق قدم الله صمين يا بوا تاسع تمر كروي حكوا كلا يبسلا نوراني الدولار يجيب الدولار يقو قرا ما يرد الدولار بنك هجيبني الدولار نقو قرانية هديك كلنا الدفتر كهجة شد بوج جرعسي لعكتي وكجيب يبغل كي يكون هالشي من تصالحان هل كها كقرط وصرف كان ملا أول كأح وحلا كلاقاتيان وتشيرين ماشها كسارة مسألة طالحي دا واحد تاي واي لعكتي وحكجي يبي ولفتي دو ماشة كقرطي قفكي لعكتها سي أما هذي أما لابت لعكتها سي تاجر أما هذي هذا ومركه ودين تسكب بحين عيو ما كوب بحين كرا لعكره صلاً واحد كوي بستي كاش هذا ومركه دين بحيس الدولار ما كوب بحين كرتها أما الدولار بعد كوي بستي هذا ومركه دين بحيسه كاش ما كوب بحين كرتها وحنا لأن هذا تاسيل ويب نانتي لكن شروط بين لاذي شروط هذا حكم إذا صرف بالا الصمينة يا صوما خاصة بصرف بالا الصمينة إذا كبدل بالا الصمينة وقف كي مركو الدولار بنسي تكاش نقولها ده كاش كي نقولها أنتو دولار كان نقولي وين لصوص على تاسين وصرف هدي دولار نقولها وده كاش بنكو بحنا يانا ده دولار كي نقولها أنتو كاش كن نقولي وين لصوص على تاسين وصرف وين مركا صرف كاسي وينو كدعه صرفكو ما مركا أنت ومرايو مركا أنت ومرايو وينو كدعه إم إمك هدا مركا نسكو بدل كلا سمينا إم سو صرفكو مرايا أنت سو مرايا هدي شرط قال له وايو أو يراهدو ما لنت دقال ما حتى أنت سو مراي ما صحي ستاس وحي نقول سائن ما لنت وحي كدي أنت إن ما لنت صرفكو دعي هذا العك تعلق كلا قادر وصرف مركا تاجير يدي بديك ساي كتيرتو شرط قال له بادو حياي التقابض وقبل التفرق ماشي نصرف بادعي نين كان وحلقوا لها كاش ويسقوا دولار ستو يمي كاش كيبا دولار لقوا بدلي سو ماها صرف محا شردي وهان شري وحا شردي وهان شري إلا كالاقاتين تالك لتقين وما بنانينو يرادو هيبا لو كاش كيبا يقول لها الدولار وبدل وايوان وبدل يبورو انتاسو نقضي هذا ما يقول قر انتاسو دولار انكو كيري دولار وصرف هذا نوح بلا ما كالاقات انتاسي ما بنانا وين انتان لك لتقين مر كان لبدلي انتان لك لتقين وين لك لقاته ساسين واساس حبا دقار كودة فتودين سيدا عبد الله بن عمر وكالي رضي الله عنه بس ايش مهم كواحا كم دا لعقاها قيمه دو اسبت بدلاه وعدعي كرتوقفك إلا عقل قول لي ايه دولار بات صالحان لقول لها مكاش بال قول لها لعقتي لقول لها يدبا قيمه دو هوس ودعي هوس ودعا نوع عاسية وحلقة دالين كرو زيادة هي نقصان ما ترتو لعقتي قفك لقول لها دي زيادنا قفك لقول لها ما أوران كرو دي هلا يقات شرو قيمها كو كرني لعقتي اللي يقول لها هدي اي نقصان تانا قفك كلها ما أوران كرو نقصان تاسي صار راعي لعقتي اللي يقول لها تصالا اي نكان قفك واحا لقول لها بقول دولار بقول كالدولار مالين تو اما هذي وحو مرايي تصالا ويانا سقال بقول اكل مالين تانو بحين ينا وحو مرايا تضاب بقول اكل كي بقول كالدولار كلها ما أوران كرو أن واحد كانتا بقول دولار هي اللي بقوله كنا تصور رعيسه فبقول دولار بعد يقول له هذا اللي بقوله كنا واضح اللي بقوله كنا بقول كم دولار تسيدته الدين تسكت بحين سامي قيمي سكت جوه ما أوران كرو سيد هذا واحد دل عقلك كلام هذا قف كأنتي وأما هدوم بالقول لي أما قيمة هذا هالزيادة أما قيمة هذا هصوره قضية تأكد وري واحد تاعي هدي لك جله الشيس صالحان اسمه وكلا قندراس بالله جله مركي قندراس لك جله لعكت قندراس قال لك جله بقيمة ده هصو قدعة أذبان تاس قدعة مركن ده وحب الله ما كلا صرفان وحنا لما كلا إيشن يقف كانوا حلو قبلا قادون هوش مركو قبتين وجرده أما مش قاعدة أنت اللي جوه لايم تاسو كلا واحد يرادين قل يا شفيق جاي إسلامي جاهي يدي عادة تنظر بقى القصة ما ينيا دي كلا الظلم بين قرص صلاة قف كان واحد كل شيء سين وجري قاس صدم كنا دولار كوغلسو مركاسي دولار كوي حمر أيي سداد بقوله كن وقت صالح دولار كيبه هاسو دعاء تجي أفر بقوله كن
marka kala barba meesha ka baxay taas oo kala la oran maayo intii heshiis ku dhacay ayuun baad leedahay way taas iyadu sarf shaqakum allah lacag qof kan uu ku amaahiyay oo iyada lafteeda aad celinaysana maaha waa heshiis kala qandaraas oo muqaawalad taqaawul way iyada dulmi lama ogola iyadatu nadar waa in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskaasi dib loogu noqdo si aan loo dulmiin labadii qof midkood takallafteedu waa dhici kartaayo waa dhici karta qofkii in lagu heshiiyay guriga in loogu dhiso $30,000 dollarku u marayay $200,000 uu ku soo helayo $100 laakiin dollarkii uu kor u kacayo salaar uu gaaray million uu gaaray marka la oran maayo ama million ha kugu tago ama ha kaaga yaraadee $30,000 baa laga rabaa la oran maayo arinta noocaasi ah dib u eegis ayaa lagu sameynayaa qadaayaadka marka ku saabsan sarifku kulli aad bay u ballaaran yihiin masaa'ishaani sidii marka waa ugu muhiimsan yihiin waaqiceennana si gaara ayay u khuseeyaan inahaasi ayaan ku soo koobi lahaa wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤال شكو صار سن مرابحة عن بنوك تسميان فربدا بلغة جوابي مركا انتا سو تشيرنا واسو نغرغطي وانا دوبا انتهاي مركا قفك اوباهاني هكا قاتو ولا لها واحد دوبا دروس تايي محاضرات كي دوبا حبا جوابتي دكو علمين way su'aashu wuxuu leeyahay baaqiga yar yar ee kasoo hara sarif laha hukumkiisu noqonayaa tusaale konton shilin ama boqol shilin oo aan lacag aan hadda la isticmaalin waa in laga saaro heshiiska iyada mar hadday tahay lacag aan la isticmaalin waa heshiisina waa inaanu iyada ku guntamin haddii markaasi heshiis uu ku guntamana waa xaq qofku uu leeyahay marka xaqa see loo bixinaya waxaa lagu bixinayaa bilqiima lagu bixinaya lacagtii la isticmaali jiray haddii ay meesha kaba baxdaba waanay dhacday taasi ama fi'aadkeedii noocyadii qaar ka mid a meesha ka baxaya imika boqol shilin konton shilin labaatan shilin lacagta waddankeena laga isticmaalo de hadda ma shaqayso ama lacag la isticmaali jiray waa gebigeed oo meesha ka baxday sida shilin soomaaligii hore dayn baana laysku lahaa lacagta noocaasiya ku saabsan dee qofka xaqiisi lumi maayo deyntii sidii buu u leeyahay sidee deyntii loo siinayaa bilqiimaa lagu siinayaa wixii ay goyn jirtay baa la siinayaa lacagtaasi wixii ay goyn jirtay ayaa la siinayaa haa su-aashaas wuxuu leeyahay sarifka qarar ma geli karaa qararka waynu tacriifinay muxaadarada dhexdeeda waynu qeexnay waynu labada qof wada galaan heshiis aan la garanayn caaqibadiisa miyaa makhasaaru keenaya mise faa'iido laftiisu ma heshiisyo kaloo ka dambeeya isaga laftiisu majhuulu lcaaqiba oo qofkiina hadhow toole inuu ka murugoodo idhaha maxaa ku geliyey sabab u noqon karaa marka sarifka qarar waa geli karaa siyaabaha uu ku geli karana waa tilmaanay tusaale ahaan qofkii waxaa lagu yidhi boqolka dollar ee warqadaa ku duuban ii sarif qofkii buu iska rumaystay oo isagoo aan eeginba ayuu u sarifay waxaanu iskaga ritay khasnada taasoo kale qarar waa noqon kartaa cinda kahiir min ahli cilm in fara badan oo ahlicilm ee ka mid agtooda waayo wuxuu leeyay qof ribo ka shaqeeya in lacag ka amaaday lacagtaasi oon ogahay inay tahay tii ribada waanan ku shaqaystay hada laa yajuus mar haddaad og tahay ana hada almaal caynuhu muxara maalkaa cayntiisa iyo laftiisu inay xaaraan tahay ma banaana qofka maalkaale inaad la gasho tacaamul oo maalkaa laftiisa aad wax kaga bedelato amaba si aad ka amaato hada laa yajuus waxay culimmadu ka hadlaan qofka maalkiisu uu xaaraan u badan yahay kan maanta uu ku amaahinayo amaad wax kaga bedelanaysana kii xaaraantaha inuu yahay aanad ogeyn mucaamalo ma la geli karta taasaba ahlucilmigu isku khilaafeen faqaala alghazaaliyu raximahu allah wahuwa min fuqahaa shaaficiya hada muxara laakiin jumhuuru lfuqahaa waxay ku tegeen qofka noocaasi in mucaamalo lala geli karo wamaca dalika waxay yidhaahdeen alaxwatu waa tarku mucaamalatihi sida diin ilaashigii xalaal miiradku uu ku jira waa qofka mucaamaladiisa in layska daayo
مدام مالك سو حران او بدن يحي كان ادواد كل تعامل لسانه حارانته لفتيد انو يحي ان كانت كلا غران هين او نكون كربا جوازك يا بنانيدنا واخا ودليله تعاملاتك حق مالك يا خولها النبي او لا غل يهود يدو خولود حاراني حلال با يسو جيرين واي هي وخو لا يحي بدلك غعنت لباد انا صرفك غعنتي سلباد ما هم تحديدن midba waxbu ku sheegaya mar hadii wax la isku bedelay weey laba lacag ay oo kala duwan dollar iyo shilin baa la isku bedelaya markaasi xad ma laha inta la kala siisanaya walabada qof wixii ay ku heshiyaan wa inaanu jirinoon waxa loo yaqaano gubni wa inaanu jirin gubni garam aanu isu xawaya wa qofki in laga sarifto wixii magaalada uu ka maraayay waxaad uga hooseeyaa ama isagu markuu doonayo in loogu sarifo wixii sarifku magaalada uu ka maraayay waxaad uga sareeyaa haduu isagu doonayo loo sarifo wixii magaalada ka maray waxaad uga sareeyaa in loogu sarifo hada la yajus wa qubni taas qofka saa lagu sameeyana khiyaar bulay laakiin inta loogu yahay sarif la yaashu inay dheer dheer yihiin adiga jeeraale oo ka ku sarifaya idaacadda ama ku sarifaya calaamadaha iyo ka suuqan dhexe sarifka ku sarifaya inaana isku qiimahayn waa la ogi marka inta in lays dheer dheerada wax dhibaato iyadu ma laha nabigu wuxuu yiri faida ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'uha kayfa shi'tum idha kana yadan biyan hadii waxa la isku bedelaya laba nooc oo kala yahay inta doonaysan is dheeraysi idha kana yadan biyan kulli waa roga halka waxa loo oranaya marka tasciirka dawladdu sameysay ka war dawladda ay tiri inta lama dhaafin karo sarifka inta lama dhaafin karo waana laga yabaa in su'aalaha ku jirto لكن هل كاسابة كدلان إصابة جوابت واحد تهي الأصل عدم جواز التسعير أصل كوحة وهي إن بضاعة ذاتك أي كلاب سنة يانا مصرفة نغطة موح كلاب نغطة سحر قوان إن لو ترى إن علي بنانين أصل كوحة صدا في الأحوال العادية مركة حالات دو تهي عادي وذاتك واي سي عادي وحو كلاب سنة يانا وأنا تشرين عيد أقام وحق علي ينسى وضمع الدنيا وكوك اللي فايو إن أقام وحق علي يان وأنت السوق الجلان أي سميان رفع الأسعار رفع قيمة الأسعار أما صرف كي أدي أنا تشرين عيد أقام وقالي ينسى أما أقام وتشبينسى حالات دواي تاي الأحوال العادية تسعير لما السمين كره الأبوي كلنا وصاص وكله وحان أودني إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما غلى السعر في المدينة قال الناس للنبي سعر لنا يا رسول الله ما قال هذا المدينة وقت النبي قوحة كده عضي سعر برر ما كده عضي النبي عليه الصلاة والسلام دد باوي موحد رسول كيلا وسعر برر ما نهيسته الشيادة لك ليبسنا يا سحر قوانو تشرب عن الله قبض كريم النبي عليه الصلاة والسلام يحر إن الله هو المسعر إلهي با سعرك أبورة سعرك إلهي با أبورة أشياداً يا قيمها وكلية لي يقول كاسنا وقالي كاسنا وكبيهي ذاتك لقلوبته دقلي الله سبحانه وتعالى كمعنى يدو حوهي أنا وفرا لقلي ما النبي قوح سير راعي وأحب أن ألقى الله ولا يطلبني احد من المسلمين بمظلمه وحانا دوني الى الله لكل يدو قف مسلمين تكمدي ظلمي انا وي شيغان هين مركا تسمحي تسنسا الاحوال العاديه تسعير هدي لا سمينه ظلمي نقنس نبي قلنا عليه الصلاه والسلام ظلمي غا اوغي بو ديدي سدا سان يراهدين الائمه الاربعه أن التسعير غير جائز في الأحوال العادية لكن حالات دو الداري عادية هين كورا ووحا كان سعر برر كأوياهي فعل من البشر فعل أي بشر يقار كود سمين أيام دوتك قار كود با غلاق يسعر برر كبس صابوة أما ألابتي ها حريستان دوتنا ألابتي انت يراتي سعر كها قاليو احتكار بي سمين احتكار كاسين ما بنانا غارهان في الاقوات قوت كدتكو اي كنول ينا عنيا نبي عليه الصلاه والسلام لا يحتكر الا خاطئ الا اثم
مد دنبيلا أيوم با احتكار سمية وألابتي الله باهنا إيبكا كعليا سيوقالي يوضا صرف كيوكا لهديدات كقاركودة السوقي كو عياريان ومرنا العكو سودينيان سو دولار كو شبكاش كو سودينيان مرنا الدولار كو سودينيان مرنا الكاش كو سودينيان ومربا لعكتي مربا مدهي كروكا عيسا منه هو سيودا عيسا أرنت نوع سنة الضرر يدباته ومدى يكسو قاريسو فهنا يجوز التسعير الكاسو كل الدولة دواو بنانت إن التسعير سميسو سحر قوينينا سميسو ترى انت على مدى عفين كرا هدل لها حديث كم حالك قد شوابا يانا وحن لها حديث كو أول وقضية عين حكم عاما ماها نبي عليه الصلاة والسلام نعضو مر مدينة كنعضو اللو ويديو شوابو كبحيوي ثانيا غلاقة مدينة كدعي وحا أصابتها إماهين جشع التجار ولعبهم بالسوق دمع قنع ستدا يعيار سوق يكون عياريين وحا أصابتها وحنقون كريي كثرة الخلق وحيابا إن شيادو إقالي ودوك كينو حكم يددك إلي بطان يددكو هدي بطان طلب كيبا بطان يدلب كهدو بطانا شيقو إقالي يوبي وحا كلا صابو نقان كرا قلة البضايع حدي ألاب تيراتو وحا غلاقة إيا سعير برك صابتو هدو كوايا تسعير لما سمينعي حالة دا نوع عصابان يا هيد بيران علمادو تان نبي عليه الصلاة والسلام سعير قوينت وحويان وكديني لكن أحواشا كلا واجب وحا كوا إمامك مراعاة مصالح الأمة العامة صالح دا قودة أمد إنو إلالية ولهذا تسعير والسمين كرا دفعا للمفسدة وتحصيلا للمصلح وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم لكن دولد سعير قوينتد وأين كل سنتهاي مصلحة دلالي ومرك أشياء السحر لا تشرو قال هنصرف كي وكله دوائن سحر برر كماشة وكبحي لكن هذه سحر برر كنا سيدي سو إسكاها أنا يا ألابتي سيدي قال يا سقطاي وأنا حبي اسم الدليل ده سحر برر كدد أم الظلم يكون قنية وحاسي وحكيها لها وكما عاش لها وما الدين ده وحبه وطري مايو ولهذا وحي رهدان المتخصصون بالاقتصاد ذاتك كنت تخصصي الرماه نقالة علماء الإسلام كأفققون أرنت نوع عاسيه كسو حكتان وحد أن التسعير وأضعف وسيلة لمحاربة التضخم والغلاء إن شيادة سحر لا ترى وودل أقول لي تأجود ضعيفسا الغلط دقى الله ما سحر بنرك مركوين وصائل شكلاء فراها بدن وين لصمعي مثلا ما أنت وحي يبين أرجنوا حكم إذا ودنك لعك بدن الدولار كبح لعك الدولار كواحد نكوب بدلنا ووالي وحنون وجيري والكلاان والرير بربرة ها مركورت التاد وين شقلق قبتوي أنت الدولار هرجس نحتا لبا حديدتكو شاد أنت كعنان حد كات الله وضع قلب كستا السعر برلمان واي ورتكاوا إلا تشوتشين أنتي يا رايدة محولة لإيبيين نقص وقل إيسا مددك دبداي كس وديري يا مصاريف طايد با ويت اللوضة حياة بدن بانا لقو تشوتشين كرا ودن كرا أما ددك روائل مساليح ودقالة إيقان تاسين ورت الشعب كويني كتما دو ددك السعر برارك كعبانا يا ورت قاد كويني تشوتشيان ساقا السعر برارك صابو أه سبابتا اوه وين السعر برارك كميدي marka raw lacag khasaaro bay satana wuxuu ku darsaday lacagtii adkayday yareed wadanka soo galeysana inay bilaash kaga baxdo wadanka ay kaga tagto taana waa ku darsaday dawladda lafteeduna waa in arinta noocaas ah waa ka hadleen walaatul amri yada lafteeduna waa in shaqo laga qabto weey marka arinta tasciirka ku saabsan intaas ay ku oranayna waxaan filay su'aal waa badan yihiin ma la inta aan ku joojina fiican والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني
كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.